بنحاول نلقي الضوء عليها، كيفية تحضيرها، شو المجهود اللي أخذته، شو الفكرة من وراها، وبنحاول كمان نسأل أسئلة عن المستقبل للمخرجين الجدد. صباح الخير رفيق. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أنت تخرجت من الـ AUST. نعم. وكان مشروعك الغدا جاهز. نعم. عجبني العنوان الغدا جاهز، اللي هي كليشيه، يلا الغدا جاهز، بنسمعها بكل البيوت، هي ليه نقيته؟ الغدا جاهز هو فيلم لبناني. نقيت اسم الغدا جاهز لأنه هو كل انسان بس ليصير بعمر كبير بينطر يمكن الاوقات الغداء او الفترات، فبتكون مثل نوع من تجتمع العائله، فلهذا نقيت الغداء. مزبوط، بيصير في اوقات معينه بيكون ناطرة، لانه هيدي بتكون تقريبا المشروع الوحيد اللي بيعمله. نعم. انه بينطر يصير وقت الظهر ليكون الغداء جاهز. نحن حنشوف كمان مشاهد من هالفيلم رافي، بس يصيروا جاهزين خلينا نشوف مشهد ونكمل حديثنا. ربيع، ماما ما اكلت اليوم. شو بك؟ تحب ساعدك بشي استاذ؟ جديدة؟ نعم هيدي طبعا جديدة. لا قصدي انت جديدة هون؟ صار لي جمعة بس. سوري بيجي معه كاسات؟ لا بس انا عندي نسخة، بتمرق بكرة؟ جاهز ماما.
ماما جاهز؟ ماما قرفت خلص ما بقى في قرفت ما بقى في خلص خلص ماما تقبرني كيفنا اليوم يا بطل؟ بطل؟ الحمد لله طمنا حكيم ناطرين نتيجة الزرع لتطلع عملية وقت هي بدي منك بس تنتبهي له على أكله وأدويته ياخذها ليكون جاهز العملية رافع عم نشوف إنسان مريض عم يتعالج عم يتلقى علاج لسبب من الأسباب هو بذات الوقت مسيئي ويعني مثل ما عم بيقول هو العبارة اللي استعملها قرفان من المرض وهذا الشيء طبيعي الكل بحسوا فيه شو كانت الفكره من وراء الفيلم الفكره هي نسلط الضوء على الانسان المريض لما يفقد امله بالحياه بضل في اشخاص حده بيعطوه امل تيرجع يكمل يعيش لانه اذا ما عندنا امل بالحياه بعتقد ما فينا نعيش ليه رحت لفكره هالقد قويه وصعبه عاده يعني زملائك اللي عم بيكونوا موجودين كمان كل نهار تنين عم بيروحوا على افلام اخاف طبعا كمان عميقه بس بتوجع اقل القصة الاجتماعية يمكن هي اللي بتخلي الإنسان كتير معبرة لإله وخاصة إذا كان الشيء بيتعلق بالمرض لأنه في كتير عائلات وقت يكون أي شخص مريض بالعائلة بتبرد كل العائلة طبعا خاصة الأم هون شفتها أنا تأثرت بمشهد الأم فوقت يكون الإنسان مريض بده بعض الأشخاص هيك بده يمكن بوش أو أمل تيرجع يكمل بحياته او يكمل علاجه تيرجع يصح ويرجع ساعتها بكمل كرمال حدا يعني مش بس كرماله هو بيتلقى العلاج وبيتقبله كرمال حدا بكون عم يعمل هذا الشيء وانا دخلتها بقصه عاطفيه واللي هي الموسيقى اللي جمعت الشاب والبنت واجتمعوا على الموسيقى ورجعوا كملوا بحياتهم ورجع عاش يعني بتطمنا انه في امل باخر الفيلم في امل بالحياه لاحظت انه الممثلين اللي عم مثلوا معك منهم جداد يعني هن ممثلين محترفين نعم. يعني لعبت على الكبير من بداية الطريق رافي بكل مشروع تخرج في بعض الأشخاص بيكونوا يعني مثل الجنود المجهولين لكل شخص تينطلق فكتير في أشخاص وقفوا حدي منهم أستاذي ميشيل حوراني اللي هو ممثل ميشيل حوراني هو ساعدني ويمكن عرفني على بعض الممثلين وحبوا الفكرة دغري أول ما أعطيتهم سكريبت حبوا الفكرة وقريوا وقالوا لي انه لانها بتخص بهالموضوع يعني نحن حابين نلعب لهالادوار لانك مثل ما ذكرت انه كل عائله مارقه فيها بوقت من الاوقات نعم. هيك حاله حدا بيمرض والعائله كلها بتمرض معه قد ايه اخذ وقت التصوير وكيف كتابه السيناريو قديش كمان ابتدى التحضير باول السنه الجامعيه اللي بلشنا فيها بلشت تطلع افكار كل مره بنعدل فيها الى انه اجت هالفكره واشتغلنا عليها انا والاستاذ وكل مره كنا نعمل فولو اب على السكريبت اخذ معي كتابه شيء 7 اشهر بس هو كانت الفكره يعني يمكن قبل حطيتها انا من نوع انه ستاند باي نكتبها يعني من الاول الفكره موجوده براسك نعم. بس اخذت نعم. وقت لحتى عالجنا النص وكل جمله بجملتها اشتغلنا عليها خلينا نشوف كمان مشاهد من الفيلم الغدا جاهز ونرجع نكمل حديثنا مع رافي أمي ما تقول 20% نسبة نجاح أمي 20% بس في 80% أمل أمي إني موت مين قال لك هالحكي يا أمي؟ أنا رحت عند الحكيم وسألته أنا كنت عنده هلا للحكيم كنت عنده بالمستشفى من شوي قالوا لي 80% موت أمي 80% ما بيطلع
بيطلعليش 20% أمي، ما بيطلعلي 20% أمل أمي. دبرني دبرني بكيفين. ربيع، لو في 1% أمل بدك تعملها للعملية. رح أعملها للعملية بس وحدي. وحدي. لا مش منك لوحدك ربيع، أنا معك. مجنونة أنت، أنت يا عمي أنا رايح موت، رايح موت. وأنا بحبك ربيع، بتعرف شو أنا بحبك؟ أنا كمان بحبك، أنا بحبك بس لأنه بحبك بعدي عني. ما رح أبعد عنك. رح أبقى حقدك وغصب عنك كمان. حلوة كتير قصة الفيلم رافيا، قلت لك إنه انزعجت لأنه بس يكون في مشهد مرض وأم وولد وهيك ما في أي حدا بيحضر يعني بيكون حساس. قد إيه ساعدك إنه يكون في فريق عمل محترف عم بيساعدك؟ الممثلين أول ما عدنا عم نعمل فولو أب على السكريبت عطوني يمكن معنويات قوية إنه يو كان دو إت وحبينا القصة وفيك تعملها. أكيد كتجربة أولى كفيلم كانت كتير تجربة حلوة، ولكن عطوني كتير بوش حتى وقت كنا على الأونسات عم نصور، وخاصة مدير التصوير يلي كان معي فيكو عطاني كتير بوش وعطى يمكن التاتش تبع أوله تطلع الصورة حلوة بالفيلم. طيب رافي شو مشروعك لبعدين؟ حاليا عم نفكر بفيلم طويل عم نكتبه، بعده يمكن بالتحضيرات الأولية، فإن شاء الله إذا بيكون حد الدعم والمساعدة فأكيد منقوم بأشياء كبيرة. نحن نتمنى لك كل التوفيق رافي، أهلا وسهلا فيك. هنأخذ بريك مشاهدينا، من بعدها رح نكمل اللايف.